نشرة السابعة تأتيكم من قناة الجزائر الدولية، إليكم أبرز العناوين. في زيارة هي الأولى منذ توليه المنصب، الرئيس الموريتاني في الجزائر لتوقيع اتفاقيات شراكة جديدة وتعزيز التقارب الاقتصادي. البرلمان الليبي يقرر المضي في العملية الانتخابية ويقترح إجراءها بعد 6 أشهر. لجان الخبراء في مباحثات فيينا تنظر في رفع العقوبات المفروضة على إيران، والمنسق الأوروبي يتوقع الوصول لاتفاق مع طهران خلال أسابيع. كورونا يضرب المنتخب الجزائري قبل أيام من أمم إفريقيا، واللاعبون يلتحقون بالدوحة للشروع في تربص تحضيري. أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل. بداية، شرع رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني في زيارة دولة إلى الجزائر هي الأولى له منذ توليه منصبه تدوم 3 أيام. وكان في استقبال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بمطار هوار بومدين الدولي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وكبار المسؤولين في الدولة. ومن المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات التي تعزز الشراكة بين البلدين، ولا سيما تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي. ويرافق الرئيس الموريتاني وفد من رجال الأعمال برئاسة محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين. ووفق وكالة الأنباء الموريتانية سيجري الغزواني خلال الزيارات مباحثات مع نظيره الجزائري حول تعزيز العلاقات بين البلدين، كما سيعقد الوزراء المرافقون له مباحثات مع نظرائهم الجزائريين حول مجالات التعاون. وتشير التوقعات إلى تسجيل الصادرات الجزائرية إلى موريتانيا مستويات قياسية وغير مسبوقة مع نهاية السنة الجارية. وتأتي زيارة الرئيس الموريتاني للجزائر للدفع أكثر بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين على جميع المستويات. على مدار 3 سنوات تسارعت التحركات وتكاثفت المبادرات على محور الجزائر نواكشوط، جعلت من موريتانيا البوابة الاستراتيجية للجزائر نحو غرب أسواق إفريقيا عبر علاقات اقتصادية تنتظرها خطوة حاسمة بعد إنجاز الطريق الاستراتيجي بين تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية على امتداد 900 كيلومتر، طريق يعول عليه البلدان على تغيير ملامح المنطقة بشكل كامل وفك العزلة عنها، وكذا تنشيط المبادلات التجارية والاقتصادية بينهما، بما يمكن من تفعيل مبادرة رواق داكار الذي من شأنه ربط موريتانيا بتونس وليبيا. تقارب اقتصادي ساهم في رفع حجم الصادرات الجزائرية إلى موريتانيا ارتفاعا ملحوظا، وصلت نسبته 100% العام الماضي بالمقارنة مع المستوى المسجل في 2019، ما وضع الجزائر في قائمة أبرز المصدرين الرئيسيين لنواكشوط بحصة 20% من واردات موريتانيا الإفريقية بقيمة 9 ملايين دولار، في ظل توقعات لتجاوزها 53 مليون دولار بنهاية العام الحالي. وسجلت عمليات التصدير الجزائرية نحو موريتانيا 111 مبادرة عبر المركز الحدود البري الشهيد مصطفى بن بلعيد بولاية تندوف خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري، ما يمثل زيادة تتجاوز 113% مقارنة بالثلاثي الأول من السنة الجارية.
وتساهم القاعدة اللوجستية لتندوف المدشنة في 2019 بشكل أكبر في تنمية التجارة بين البلدين في انتظار إتمام إنجاز المحور الطرقي بين تندوف وزويرت. بالتزامن عرف اللجوء إلى النقل عبر طائرات شحن تابعة للجوية الجزائرية ارتفاعا ملحوظا خلال العام الفارط، حيث نقلت عما يزيد عن 12 رحلة جوية ومنتجات فلاحية لفائدة المستوردين الموريتانيين. إلى ذلك أكد عبد الله أحمد سالم المختص في القانون والعلاقات الدولية في مشاركة سابقة عبر نشرتنا الإخبارية أن زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني للجزائر تهدف إلى إيجاد الطرق الناجعة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. تأتي زيارة رئيس الجمهورية اليوم محمد الشيخ الغزواني للجزائر من أجل رسم خارطة جديدة، الهدف منها دعم هذه العلاقات وتنويعها وتطويرها وإيجاد الطرق الكفيلة بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الكبيرة الموقعة والمرامة بين البلدين الشقيقين. إذن هذا هو أهم أو المحور العام لزيارة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني إلى الجزائر. في ليبيا اقترح نواب بالبرلمان تأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر بعد إجراء حوار موسع بين مختلف الأطراف واستمرار العمل بخارطة الطريق لتنظيم المرحلة القادمة. جاء ذلك في ختام الجلسة العامة التي عقدها البرلمان الاثنين، وتم تعليقها الثلاثاء من أجل استكمال مناقشة خارطة طريق المرحلة القادمة التي قد تؤدي إلى تحديد موعد جديد للانتخابات. وطلب رئيس البرلمان المؤقت فوزي أنويري المفوضية العليا للانتخابات بإيضاح الأسباب القاهرة التي حالت دون إجراء الانتخابات، كما انتقد صدور قانون الانتخابات من البرلمان على عجل بعد فشل ملتقى الحوار في التوافق على القاعدة الدستورية والقوانين. قال الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو إنه علق سلطات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي للاشتباه في تورطه في قضايا فساد. من جانبه اتهم روبلي رئيس البلاد بتدبير محاولة انقلاب ضده، ما يفتح الباب أمام صراع جديد على السلطة في الصومال. في أحدث نزاع على السلطة، الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو يعلق عمل رئيس الوزراء، خطوة وصفها نائب وزير الإعلام عبد الرحمن يوسف عمر انقلابا غير مباشر من الرئيس. الرئيس الصومالي أمر باقي أعضاء مجلس الوزراء بالاستمرار في أداء مهامهم، كما اتخذ قرارا آخر مرتبط بالأول تم بموجبه إيقاف قائد البحرية الصومالية لاستكمال تحقيق الجيش في قضايا متعلقة بسوء استغلال السلطة واختلاس الأراضي العامة المملوكة للجيش. تصرف رئيس الصومال الذي يعتبر الثاني في أقل من 4 أشهر قابلته رئاسة الوزراء بالرفض، مصدرة بيانا استنكرت فيه محاولة السيطرة عسكريا على مكتب محمد حسين روبلي، ومشيرة إلى أن الأخير يقوم بأداء واجباته بشكل طبيعي. في ردود الفعل دعت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى تخفيف تصعيد التوتر في البلد. نحث زعماء الصومال بشدة على اتخاذ خطوات فورية لتخفيف حدة تصعيد التوتر والإحجام عن الأفعال الاستفزازية وتجنب العنف. الخلاف بين رأسي السلطة بمقاديشو مستمر منذ وقت طويل، وتعاظم أكثر بسبب تعثر الانتخابات البرلمانية التي انطلقت في نوفمبر الماضي، وكان يجب أن يسدل الستار عليها في 24 من ديسمبر الجاري، حيث جرى انتخاب 24 فقط من أصل 275 نائباً، وهو ما فتح باب تبادل الاتهامات بين الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء حول من يتحمل فشل الانتخابات. أكد عمر موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية في موعد إخباري سابق لقناة الجزائر الدولية أن خريطة الوطن العربي المعتمدة لدى جامعة الدول العربية لم يطرأ عليها أي تغيير ولا تشير لأي حدود بين الدول العربية،
في رد على السياسة التضليلية للنظام المغربي لبسط سياسته المزعومة على الأراضي الصحراوية من خلال اختراق خارطة مكذوبة تضم الأراضي الصحراوية المحتلة للتراب المغربي. الخريطة معروفة وتاريخية، ليس لا فيها أي حدود بين الدول العربية، ودي موجودة في الصالون الرئيسي لجامعة الدول العربية. هذه هي الخريطة التي أعلم بوجودها، بتشير إلى العالم العربي، الدول العربية بدون أي حدود أو خطوط ما بين دولها، وهذا هو موقف الجامعة العربية اللي كانت طبعا قائمة على فكرة الوحدة العربية. أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إعلان الكيان الصهيوني خططا لتوسيع المستوطنات في الجولان السوري المحتلة. بدوره قالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن الخطط الحكومية الصهيونية التي ترتكز على بناء أكثر من 7000 وحدة استيطانية بالجولان السوري المحتل تعكس نهجاً وأجندة لا تعترف بالتسوية السلمية على أساس حدود 67، بل ترغب في التوسع الاستيطاني سواء في الضفة الغربية أو في الجولان المحتل. دعت شبكة منظمات أهلية فلسطينية الأمم المتحدة إلى توفير حماية أممية عاجلة للمدنيين الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين الصهاينة التي تتم بحماية من جيش الاحتلال. وشددت الشبكة التي تضم 145 منظمة في بيان لها على أن الأمم المتحدة مطالبة بالعمل بكل السبل المتاحة لإلزام قوة الاحتلال الصهيوني بوقف ممارساتها التي ترتقي لجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني. شتاء بارد، لكن أوضاع ميدانية ساخنة ومتوترة بفلسطين المحتلة. فمنذ أيام يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته الشرسة على منازل الفلسطينيين شمال الضفة الغربية والقدس المحتلة. أهالي المناطق ينظمون مسيرات للعودة، اعتداءات وحشية وعدوان مستمر واغتصاب سافر للأراضي الفلسطينية بشكل متكرر، جعل أكثر من 140 ناشطا ومنظمة حقوقية يطلقون دعوات ونداءات بالتحرك الفوري لتوفير حماية أممية عاجلة للشعب الفلسطيني والعمل بكل السبل المتاحة لإلزام سلطات الاحتلال بوقف ممارسات التي تصنف جرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين خاصة شمالي الضفة والقدس. تجاوزات واعتداءات خطيرة مارسها المستوطنون الإسرائيليون بشكل متضاعف ولافت هذا العام، حيث سجلت أكثر من 416 اعتداء ضد الفلسطينيين خلال النصف الأول من العام الحالي، وأكثر من 139 اعتداء نفذته عصابات المستوطنين ضد أملاك المواطنين هذا العام، مقابل 83 اعتداء عام 2019، وأكثر من 130 اعتداء جسديا على المواطنين هذه السنة، مقابل 36 اعتداء عام 2019. كل هذه الهجمات والاعتداءات الخطيرة وصفت بأنها انفلات عنصري للمستوطنين ضمن حرب مفتوحة وممنهجة غير مسبوقة، وهي ليست عمليات فردية أو منفصلة عن سياق متواصل من الاعتداءات والتطهير العرقي التي تشمل أيضا مدينة القدس المحتلة ومحيطها ومقدساتها وسائر الأراضي الفلسطينية، ما استدعت منظمات حقوقية إلى الوقوف في وجهها والتصدي للطوفان الاستيطاني الذي يهدد أهالي القدس والضفة الغربية ومحاولاته بشتى الطرق الاستيلاء على منازلهم وطرد الفلسطينيين من أراضيهم بصفة غير شرعية. إلى شأن الإيراني، أين أعلن علي باقيري كني كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين أن محادثات على مستوى لجان الخبراء في مباحثات فيينا
ستعقد اليوم الثلاثاء لبحث رفع العقوبات المفروضة على طهران ومقترحات الأخيرة بشأن مسألتي التحقق والضمانات. وانطلقت الاثنين الجولة الثامنة من محادثات فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والغرب، وبينما رفضت طهران مناقشة أي التزامات خارج الاتفاق، دعتها الدول الأوروبية لإحراز تقدم سريع في القضايا العالقة. إلى ذلك، قال إنريكي مورا المنسق الأوروبي في المحادثات إن الوصول إلى اتفاق قد يكون أسرع من المتوقع. وقال مورا: نتحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني خلال أسابيع وليس أشهر. وأكد مورا أن هنالك إشارات إيجابية بشأن إنجاح الجولة الثامنة من المحادثات، مشيرا إلى أن كل الوفود أبدت رغبتها في حسم المفاوضات. إلى شأن الرياضي، أين وصل لاعبو المنتخب الجزائري لكرة القدم إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل مباشرة تحضيراتهم لنهائيات كأس أمم إفريقيا المرتقبة بالكاميرون في 9 جانفي المقبل. وضم التعداد لاعبين ساهموا في تتويج الخضر بكأس العرب فيفا قطر 2021، ويتعلق الأمر بكل من إلياس شتي، مصطفى زغبة، عبد القادر بدران، ويتخلل فترة التربص مباراتان وديتان أمام كل من غامبيا وغانا. هذا وأكد المكلف بالإعلام لدى الاتحادية الجزائرية صالح باي عبود أن قبول الفيفا لطلب رابطة الأندية الأوروبية بتأخير التحاق اللاعبين المحترفين في أوروبا بمنتخباتهم سيخلط حسابات أي مدرب وطني. الرحلة دي تخص بعض الطواقم والطاقم الطبي وبعض اللاعبين اللي كانوا موجودين هنا في الجزائر، ولاعب سليماني اللي جاء إلى الجزائر وماشي معنا، وسنلتحق إن شاء الله بمدينة باريس لأخذ البقية على اللاعبين ونتجه إلى الدوحة لنصل في نهاية عشية اليوم حوالي الساعة 7 توقيت الدوحة. كل ناخب عندما تكونش عنده المجموعة مكتملة يعني بدون شك يعني يلقى صعوبات، ولا يعني البرمجة اللي كان مسطرها من قبل يعيد النظر فيها، ولكن بما أن هو استدعى 28 لاعب وهذه مقابلة ودية تحضيرية بدون شك سيوظف اللاعبين الموجودين ماشي لعب اللقاء الأول في انتظار اللقاء الثاني والتحاق كل العناصر الوطنية. إلى ذلك، تأكد إصابة لاعبين في صفوف المنتخب الجزائري بكوفيد-19، ويتعلق الأمر بالمدافعين محمد أمين توغاي وحسين بن عيادة اللذين يخضعان للحجر الصحي بقطر. كما تأكد أيضا إصابة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة بكوفيد-19. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.